طيب احنا هنطلب منك اكتر من طلب وهنشوف هتوافقي ولا لا. ماشي. جاهزه؟ جاهزه. اقدر اعمل ايه وانا متكتفه كده ومش شايفه حاجه اساسا؟ مش اي طلب ممكن اوافق عليه اصلا. لا ما انت هتفكي لو وافقتي. لو هتفكي عنيكي. اوكي؟ اوكي. طيب اول طلب ان انت تكلمي والدتك في التليفون وتقولي لها ان انت لقيتي شريك احلامك وهتتجوزيه حالا. ده تليفونك. ده تليفون. طب انا ممكن تقولي كل الطلبات وانا اقرر؟ لا انت يعني من حقك تقولي اه ولا لا. هتكلمي مامتك تقولي لها كده وتسمعين هتقول لك ايه؟ لا ما انت ممكن تشتم عادي على فكره. يعني انا ممكن اكلمها عادي اقول لها لقيت شريك احلامي بس اللي لا وهتتجوزيه حالا. لا لا مش هتصدق. لا يعني جرب. لا لا بلاش دي. بلاش دي؟ طب ابنك اقول له ايه؟ شريك احلامي برضه؟ اه قولي. انا قررت ان انا اتجوز دلوقتي و وطب يا نديم لو لحقت تيجي تحضر بقى يبقى تعالى بسرعه. مش موافقه؟ لا لا. خايفه تعملي كده؟ لا مش خايفه اعمل كده عادي يعني ما هم بعد كده هقول لهم ان ده برنامج بس انا يعني رد فعلهم ممكن يبقى غريب. طيب بلاش ده.